يزال النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي صاحب الأرقام القياسية على مستوى العالم، هو ما اعترفت به كبريات الصحف الإنجليزية التي أعلنت في تقرير موسع لها عن تصدر المارد الأحمر لأندية العالم، وذلك ب118 لقبا في مختلف البطولات التي شارك فيها. قالت صحيفة ميرور الإنجليزية واسعة الانتشار إن الأهلي الملقب باسم نادي القرن هو ضيف دائم على منصات التتويج منذ اليوم الأول لتأسيسه عام 1907، واحتل الزمالك المركز رقم 23 عالميا بتحقيقه 52 لقبا خلال مسيرته التي بدأت منذ تأسيسه عام 1911. شهدت القائمة التي أعلنت عنها الصحيفة الإنجليزية تواجد 3 أندية عربية فقط، هي الأهلي، الزمالك، الفيصل الأردني بمجموع 244 لقب. جاء ترتيب أكثر أندية العالم تحقيقا للألقاب كما رصدت الصحيفة: الأهلي ب118 لقبا، ثم رينجرز الإسكتلندي ب115 لقبا، في المركز الثالث ناسونال بطل أوروغواي ب113 لقبا، ثم مواطنه أتلتيكو بنارول أوروغواي ب108 ألقاب، وفي الترتيب الخامس سيلتيك الإسكتلندي ب105 ألقاب، وفي المركز السادس برشلونة الإسباني ب91 لقبا، يليه مواطنه ريال مدريد الإسباني ب90 لقبا، في الترتيب الثامن بنفيكا البرتغالي ب82 لقبا، ثم أولمبياكوس اليوناني ب75 لقبا، وفي المركز العاشر بورتو البرتغالي ب74 لقبا. بنفس الرصيد يأتي الفيصل الأردني ب74 لقبا. جاء ترتيب الأندية على الترتيب: مانشستر يونايتد الإنجليزي ب71 لقبا، أياكس أمستردام الهولندي ب70 لقبا، يليه بايرن ميونخ الألماني ب70 لقبا، ثم يوفنتوس الإيطالي ب63 لقبا، يأتي من بعده غلاتاسراي التركي ب61 لقبا، ثم أندرلخت البلجيكي ب60 لقبا، يليه ليفربول الإنجليزي ب59 لقبا، ثم استوى بوخارست الروماني ب58 لقبا، يأتي من بعده في الترتيب أولمبيا باراغواي ب57 لقبا، ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني ب55 لقبا، يليه كولو كولو أتشيلي ب54 لقبا، ثم الزمالك ب52 لقبا، ثم جراس هوبرز السويسري ب49 لقبا، يليه ميلان الإيطالي ب48 لقبا، ثم سيسكا صوفيا البلغاري ب48 لقبا، ثم ريفر بليت الأرجنتيني ب48 لقبا، يليه ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي ب46 لقبا، ثم فنار باشتا التركي ب43 لقبا، وفي المركز الثلاثين حسب الترتيب للصحيفة يأتي إنديبندنتي الأرجنتيني ب43 لقبا.